يطلب الدعاء ونحن كذلك نطلب الدعاء، يسر الله أمره وأمرنا وأمر المسلمين أجمعين. ما حكم الذبائح التي تذبح على أبواب المنازل؟ يعني داك الشكل ديال العتبة، هذيك تذبح لعبادة الشيطان، واضح جدا. وراه الذبائح مهمة جدا في الدين، إنما الناس كيحرفوها شيء كبير، أنه إن أصابتك مصيبة أو ضاقت بك يعني ضائقة أو وقع لك إشكال سير ذبح، راه مشكل. واش نقول لك؟ وقع الناس يعني لما كثر القول في الذبائح بأنها شرك وكذا إلى آخره، تركوا الناس كاع الأصل. لا، الأصل توحيد. قل إن صلاتي ونسكي، كل الذبائح لله تسمى نسك، فيها اللي هي سنة المؤكدة كالأضاحي والعقائق، وفيها اللي تطوع، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فممكن يعني واحد يعني ضاقت به الدنيا أو وقع له شي مشكل أو مرض هو أو مرض له شي ولد، قبط واحد الحولي وذبحوه في دارك، ما ساخر لك حد الخبر لله، وزدك الحمد كل منه وتصدق، شيء كبير. هذا توحيد لله عز وجل، هذا ضرب من ضروب الصدقة التي يعني تكشف الغمة والهم، كذبحوا لله. ولكن هذيك اللي عادة كيديروا الناس المغاربة كيذبحوا باب الدار، كيذبحوا غير الجنون لعبادة الجن، كيخافوا واحد الحاجة اللي هي كتخاف منهم أصلا على أسف الشديد، إنما يعبدون الجن.